السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله متابعي قناه زينب المغرب. اليوم ان شاء الله وصفتنا وصفه تقليديه مغربيه بامتياز، فتابعوا معايا الطريقه. غادي نحضروا طريقه تحضير سايكوك من الالف للياء. هنا كما كتلاحظوا من العنوان، اليوم غادي نحضروا واحد الطبق اللي هو مغربي تقليدي اصيل، ويعني انا شخصيا ما كيخطانيش في رمضان، من الحوايج اللي هي يعني عندها فوائد كثيره 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 بزاف، اللي هي سايكوك. كنا تنعرفوا سايكوك. انا اليوم غادي نحضروا، ديما تنحضروا بالكسكسو، يعني هذا السميده ديال الشعير، السميده تاع الشعير اللي كتكون، كنصحكم ما تاخذوش السميده اللي كتكون ديال الحانوت ولا، يعني السميده ديال الشعير يستحسن الانسان يمشي كيل الشعير يطحنو، اولا يمشي يطحنه ياخذ القياس اللي بغى، يعني كتباع كيلو جوج كيلو ثلاثة كيلو، القياس نتوما اللي بغيتو. انا خديتو، عندي كمية غير محددة، يعني السيدة دير اللي بغات الكمية اللي بغات، خديتها درت عليها واحد، غطيتها بالماء حتى وكنشربها داك الماء. ودابا غادي ندوز على بركة الله، غادي نصفيها، غادي نديرها في واحد الكسكاس او شبكة ونخليوها تقطر على خاطرها. وهذه مسألة اللي هي ضرورية جدا انها ناخدوها ونديروها كتقطر مزيان من الماء وكان كتنشف تماما. لاحظوا معايا البلبوله، ما كاين يعني ما كاين ما حسن من الحاجه البلديه، يعني هذاك اللي كناخذو كنشريو من الحانوت تتكون كلها بيضه ما فيها حتى شي فوائد، يعني والو ما فيها حتى فايده. انا كما قلت لكم غادي نصفيها وغادي نخليها تقطر مزيان، وراني دايره واحد الطنجره كتغلى، كتاخذوا الطنجره كديروا فيها باش ما تكحش لكم الا كانت عندكم ديال لينوكس، رميو فيها واحد الحبه ديال البطاطا وخليوها تغلى، يغلى الماء، عمروا الطنجره، يعني ديروا فيها نص، يعني النص ديالها يكون عامر بالماء. اما بما تقطرات هاد البلبوله ونكمل معكم ان شاء الله. هنا كما كتلاحظوا من بعد ما صفيت البلبوله هنايا غادي نخليها تقطر مزيان وغادي نردها. غير واحد المساله انايا كنت كنديرها لكن اليوم نسيت، حاولوا تدهنوا الكسكس قبل ما تحطوا البلبوله باش ما تجي تفرغوا البلبوله ديالكم ما تلصقش في الكسكس، لكن ما فيها بس. انا غادي نرد دابا، غادي نخليها تقطر مزيان وغادي نردها طبخه مده 20 دقيقه. ملي كدوز واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق غادي نوريكم شنو غادي نديرو. كناخذوا واحد الكاس ديال الماء وكنبقاو نرشوها غير شويه، ما تفزكوهاش بزاف، هي راه ما كتبغيش الماء، كنشدو غير شويه ديال الماء وكنبقاو نرشوه بحال هكا مره واحده فقط وكنخليوها تكمل الفور ديالها. هنا كيف قلت لكم ملي كدوز عليها واحد 10 دقائق كناخذوا شويه ديال الماء صافي ونرشها بحال هكا وغادي نخليها تكمل الفور ديالها، يعني واحد 20 دقيقه غادي نزولها. هنا كما كتلاحظوا دابا غادي نبداو على بركه الله نردوها لانها فارت المره الاولى، وانا ديما في الفور الاولى سواء كان سميده او روز او هكا البوله ديال الشعير ديما كنجهد لهم الوقت شويه. مثلا كنت غادي نفورها المره الاولى كنفورها واحد 30 دقيقه، عاد دوك الفوره الثانيه والثالثه كنقص شويه كندير غير ديك 20 دقيقه. انا دابا غادي ننزلها كيف ما كتلاحظوا هنايا في القصريه. هنا من بعد ما نزلتها في القصريه عندي شويه تاع الماء فيه الملح، غادي ندوب هذاك شويه ديال الماء والملح وغادي نبدا. بسم الله كندير هكا كنسقيها بهذاك الماء والملح صافي، وتنفكها. ملي تنفكها كنخليها تبرد، هي راه فاكا راسها كيف ما كتلاحظوا، لان هذيك علاش قلت لكم هذه ديال البلديه، هذيك الاخرى ديال الحانوت شويه تتعصب. هنا كما كتلاحظوا هذه دابا اخر فوره غادي نردها الفرن، كنزولها من فوق النار كيف ما كتلاحظوا راه باقا سخونه، رشيتها بشويه ديال الماء، الماء ديما غير القياس باش ماشي تفلت لكم في الماء وتصدق معجنه لكم. انا راه طابط دابا، غير واحد نرد غير واحد 10 دقائق غادي ندير لها زويته بلديه صافي، غادي ندهنها بها ونخليها حتى وكان تبرد ونردها
تفور واحد 15 دقيقه كاع بالكثير صافي وهي واجده. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي البوله ديالنا من بعد ما فورناها التفويره الاخيره كنخليوها حتى كتبرد تماما، عاد ممكن اخواتي تسيكوها. يعني السيكور تتعرفوا كيتخلط، يعني كتاخذوا كميه ديال البوله اللي كتكون بارده وكتخلطوها مع اللبن، ممكن تضيفوا القليل من الزعتر للبن باش يعني حتى شويه يعني تيخفف النذاق ديال الحموضه، وكذلك يعني تيحتفظ يعني الجهاز الهضمي ديالنا تيكون مزيان. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يحتفظوا بها، لاننا شخصيا ماشي كل نهار كنفور بالبوله، كندير ديال 3 ايام 4 ايام كنديرها غير في واحد العلبه اولا في واحد البلاستيك اللي كيكون غذائي وتندخلها الثلاجه او المجمد تتبقى عندي الوقت اللي بغيتها كنجبدها. كنتمنى ان شاء الله ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وكنصحكم انكم تجربوها لانها شي حاجه اللي هي كيف ما قلت في الاول، كيف مثلا نقولوا حنا في المثل المغربي ديالنا ماكله ودواء، يعني شي حاجه اللي هي صحيه وصحيه بامتياز. نقول لكم اخواتي الحلقه مقبله بحول الله.